ما عارف نرجع لاختيار افضل واذكى مدرب في الدوري حتى الان، مين اختيارك؟ والله شوف احنا ترى ما احنا متفقين ترى، ها يعني احنا تكلمنا يمكن الزين عليه يا جماعه اترك عنك. مدرب يعني لما تقول اجمل، مين اجمل مدرج موجود في الدوري؟ طبعا بالتاكيد مدرب. طيب خلاص يعني بيزيتش صراحه، بيزيتش هذا مدرب ضمك للامانه، مش عشان انه يعني مقدمه وفي في 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 اداء، لا لا لا، هو الفريق يعني تشعر انه كتله واحده، فريق متكامل متجانس. حتى وان كان مثلا في مواسم سابقه كان ضمك يعتمد على الكرات العرضيه وكرات الكورنرات والكرات العرضية يسجل منها الأهداف، الآن أصبح فيه تنوع في الهجمات صراحة. المدرب هذا من يوم ما مسك الفريق السنة هذه، طبعا العام الماضي هو بدأ معاه وأنقذ الفريق من مرحلة الهبوط ونجح بنجاح كبير جدا جدا. اليوم لما اكتمل أو لما بدأ معاه فترة الإعداد من البدايات، شفنا الفريق بنهج تكتيك مختلف تماما، يعني ما صار يعتمد بس على الكرات العرضية، لا يعتمد على التنوع في الهجمات، الأهداف تيجي من العرض، الأهداف تيجي من الأطراف، الأهداف تيجي من الكورنرات. وبالتالي هذا المدرب صراحة، هذا بالإضافة إلى أن العناصر الأجنبية والمحلية الموجودة فيها في 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 فريق ضمك ليست الأجود. يعني في بعض الفرق اللي تقول عليها مثلا عندها عناصر أجنبية ومحلية أجود، ولكنها في مراكز ونتائجها أقل كثير من نادي ضمك. هذا يدل على أن هناك في مدرب وفي عمل فني وعمل تكتيكي للأمانة استطاع به هذا المدرب أن يقدم فريق ضمك بهذا الشكل. طبعا ما ننسى الدعم من إدارة نادي ضمك بالتأكيد، من الجهود المبذولة من نادي ضمك، من التفهم للاعبين لطريقة وأداء هذا المدرب، لأنها أكيد أكيد في فترة بسيطة شفت التحول الكبير في نادي ضمك من الأداء اللي كان يعتمد على الكرات العرضية والكورنرات في تسجيل أهداف، أصبح التنوع في تسجيل أهداف. طبعا في نقطة قال عليها أبو بدر عن مشكلة الناحية الدفاعية في 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 فريق ضمك، ترى على فكرة شوف ضمك التأثير الكبير كان في غياب فاروق شافعي، اللي أنا أعتبره شخصيا أفضل لاعب في الجولة الماضية أو في الجولات الماضية، طبعا مع حجازي. الاثنين دولة أنا أشوف أحمد حجازي وشافعي يمثلوا قوة كبيرة في الاتحاد دفاعيا وفي ضمك دفاعيا، فالاثنين دولة صراحة من النجوم، هم نجوم عرب استحقوا كل التقدير والاحترام، وهذول النجوم اللي يحتاجهم دولينا.